تعالوا نشوف ايه هي اول وصفه معانا، وهي السمكه السالمون. عندي سمكه سالمون، نص سمكه يعني، عندي الريحان، عندي الصنوبر، عندي كمان جبنه بارميجن، ثوم، ملح، فلفل، كريمه، بقدونس، شبت، زيت زيتون، واحتمال ما استخدمش الكريمه. فايه هنشوف انا وانتوا واحنا بنعمل الوصفه هتطلع عامله ازاي. اول حاجه عايزه اعملها اجيب الكبه بتاعتي، نعمل الصوص، هجيب الريحان، مع خضره، شبت كده، مع الصنوبر، مع الثوم، ايوه كده. يلا هنحط زيت الزيتون، ويلا بينا. هحط الملح، هحط الفلفل، وهحط الجبنة البارميجان زي ما احنا شايفين، وهقلب تقليبة كويسة اهو. وهاجي كده هجيب السمكة بتاعتي الحلوة، يلا هبها، وهنحطها كده، وهجيب الخلطة اللي احنا عاملينها مع بعض، وايه هغطيها خالص خالص بيها. تعالوا ندخلها الفرن.